لكل مشاهدي الام تي في اللي انضموا لنا اليوم الجمعه 8 تموز 2016 واكيد امبارح كان في كثير اعراس 7/7/2016 فمبروك لكل الاشخاص يلي تجوزوا ويمكن هيدي مناسبه لحتى يكون في جمعه عائله هلا بالاعياد وبموسم الاعراس وبموسم الصيف طبعا بنرجع كلنا بنلتقى كل الاشخاص المغتربين بيجوا قد ايه مهمه هالشغله لحتى تعطينا دفع ما بفتكر في اجمل من جمعه القرايب من جامعة الأهل يرجعوا حتى الأولاد يتعودوا على جو لبنان كتير في أولاد بالاغتراب مع أهلهم يمكن ما عم بيعيشوا هالتقاليد ما عم بيعيشوا هالإحساس ما عم بيعيشوا هالمحبة يلي بتجي من كل أشخاص العيلة إن شاء الله ما منعوز نتغرب أبدا إن شاء الله الكل بيرجعوا على لبنان وبيرجعوا اللبنانية بيصيروا الأكترية ببلدهم بداية خلوني بس هني ستيفاني مبروك وحاطة تاج على التيشيرت إنه أنتم ملوك الفوتبول يعني لك أنا من زمان مع فرنسا مش أول مرة من زمان مع فرنسا و يعني امبارح لعبوا كتير حلو الفريقين لعبوا كتير حلو و هارد لك للألمان أنا ما هعلي يعني شو عم يضحك ولا زعلان؟ نهار غلط مع الشخص الغلط ولكن امبارح يعني 2-0 مش معقول ولكن يعني بعقد لازم تعرف لا تختار بنو اكيد بدنا نقول لهم مبروك يعني للجمهور الفرنسي بس بعتقد كمان انه هلا اذا بدنا نطلع ارقام انه هلا ايه ربحتوا نتيجه 2-0 بس انه 99% مع المنتخب الالماني اللي ما كان عم يعرف يجيب جول امبارح ما بعرف عن جد ميرسي طيب لخصت لي كل شيء خلص هلا مشي الحال وما بقى بدنا نطلع بامبارح خلينا نطلع ببكره استاذ شو عنا اليوم؟ تشوف الاحد شو رح يعملوا اليوم ايت سمارت معنا ناتالي ياغي بدها تحكي عن شرب المياه بفصل الصيف هلا اكيد لازم كثير نشرب مي وواتس كوكينج مع دلال كنش وبعد شوي معك باب تو دي واتش انا وياك اسالي بدنا نحكي عن الفوتبول لو ربحنا كنت بدي بدنا نحكي عن الفوتبول بس خسرنا فبدي اغير موضوع اكيد بدي اغير موضوع اخر دقيقه بدي احكي لكم عن في ايتم كثير موضوع عن جد في هيك ديفايس صغير بينحط مع البلانت يعني مع الزريعه وبيقول لكم الزريعه شو عم جرب تحكي لكم موضوع حتحبوه وينو مارك وينو مارك؟ بدنا نعزمه بتعيد مارك قال عنها هي من 3 سنين يمكن كان بعدها فكرة أصلا مارك عايش معهم يعني بيتحدث وياه وكل النهار هلا بشوفكم مع بعض شوي بنبلش نهارنا أنا وأستاذ بآخر أخبار الساعة بأب تو ديت ستيفاني رانيا دائما نحن همنا الحاله انه يرجع يزبط الوضع الامني السياسي والاقتصادي بلبنان وهذا مش بس هم الشعب اللبناني انما كمان هم البطريرك اللبناني الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي يلي بكل انحاء العالم عم بيركز على هالوضع على تحسين الوضع وعم بيعبر عن خوفه وقلقه على لبنان بغياب رئيس الجمهوريه اكدت مصادر صحفيه بانه البطريرك بلقاءاته الأخيرة بأمريكا شدد كتير على ملف رئاسة الجمهورية من خلال شقين أساسيين بيلاقي أنه هن الطريقة الأفضل للضغط من أجل انتخاب رئيس للجمهورية بيركز أولاً على حس اللوبي اللبناني الموجود بأمريكا للضغط لحتى ينسمع صوته بدوائر القرار الأمريكاني وخصوصاً بأنه في لبنانيين نافذين جداً وعندهم قوة كبيرة وعندهم علاقات كتيرة مع مسؤولين أمريكيين. أما المسألة الثانية فهي الحديث مباشرة مع المسؤولين الأمريكيين بالملف الرئاسي
خصوصا بانه لواشنطن تاثير كبير بتحريك هالملف. وكان ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الذبيحه الالهيه بكنيسه ماريو حنا مارون باورنج كاونتي بولايه كاليفورنيا. واكيد بختام هالقداس كان في جمعه صغيره مع الكل، كان في مباركه للمذبح وحديقه القديس شربل ببحتها الخارجيه، وكان وصل تقريبا السبت الماضي على هالمنطقه لحتى يلتقي باللبنانيين الموجودين هنيك. واكيد تلقى عدد كبير من الاسئله من الصحفيين ومن الاشخاص اللي كلهم عم بيعبروا عن قلقهم، وقال انه مش بس لازم يكون في تشجيع معنوي، انما كمان لبنان واهلنا واقربائنا بلبنان بحاجه ببعض الاحيان لدعم اقتصادي، ويمكن هالدعم مش ضروري يكون بشكل مباشر، انما يمكن تمويل مشاريع او حتى وجود سياحي بلبنان. نحن اكيد بنضم صوتنا لصوت البطرك، وان شاء الله صوته بينسمع وصلواته اكيد اكيد اكيد. قضية غزو العراق بتهز بريطانيا. لم يقل رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير الحقيقة عن أسلحة الدمار الشامل للعراقية، وما قال الحقيقة عن اتفاقه مع الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش، ما قال الحقيقة عن التداعيات المحتملة لغزو العراق. ومع ذلك ما وجه تقرير شيلكوت يلي صدر يوم الأربعاء عن دور بريطانيا بغزو العراق اتهام صريح بالكذب لبلير لتبرير يعني قرار الذهاب إلى حرب سقط فيها أكثر من 100,000 قتيل عراقي، وإنما اعتبر تورط بريطانيا بالحرب نتيجة سلسلة من الإخفاقات الجماعية أكثر منها خطأ شخص واحد. والتقرير يلي استغرق 7 سنوات وكلف 10 ملايين جنيه استرليني إلى أنه قرار بلير الذهاب إلى الحرب سنة 2003 كان معيب، وأنه بريطانيا اختارت الانضمام إلى غزو العراق قبل استنفاذ كل الخيارات السلمية، وأنه الخيار العسكري ما كان الخيار الأخير، والأحكام بشأن أسلحة الدمار الشامل العراقية كان غير مبرر أبدا. وردا على الانتقادات الشديدة ضده، رفض بلير ما يقال عن أنه الغزو تسبب بالإرهاب الحالي، وقال أنه قرار المشاركة بحرب العراق كان الأصعب وهو بيتحمل المسؤولية الكاملة، وقدم اعتذاره. ولكن اعتذار بلير ما قبلوا فيه أهالي الجنود يلي توفوا بالعراق، وصار في تظاهرات طالبوا فيها محاسبة بلير لأنه كذبته كلفت حياة آلاف الأشخاص، وقتل بالحرب عشرات الآلاف من العراقيين، وشارك نحو 45,000 جندي بريطاني بالحرب بين عام 2003 و2009، وتوفى منهم 179 جندي. يا ريت ما بنسمع بقى بالحروب بأخبار موت وحروب يا ريت. ستيفاني يعني لما بنفسر الحرب لأولادنا الأولاد بيلاقوها مش منطقية، ما بعرف كيف الأشخاص الناضجين المسؤولين بيلاقوا أنه الحرب لا هدف إيجابي بمحل معين. أبدا. رح ننتقل على خبر عن لاعب الفوتبول ميسي اللي مؤخرا كان عم بيكون في كتير هيك لغط حواليه، تحديدا بقصة الضرائب، واليوم ثبتت هالاتهامات وحكم عليه بالسجن 21 شهر مع وقف التنفيذ لحتى اكيد يدفع الضرائب المتوجبه. بكره بيدفع عليه صحيح، يعني لهلا ما راح ينحبس ستيفاني الا اذا اكيد كان في مخالفات ثانيه، فلهلا ما في حبس، ولكن بالمقابل في دفع كثير، تقريبا 4,400,000 دولار من مستحقات ضريبيه عليه لانه ما كانت عم توصل للدوله. ومش بس لحاله، على والده خورخي ودينه بثلاث قضايا متعلقة بالتهرب الضريبي. منذكر بأنه راتب ميسي الأسبوعي هو 350,000 دولار أسبوعياً
وهو بيقول انه انا ما كنت منتبه انه عندي هالقد ضرائب لازم ادفعها لانه انا كنت عم بلتهي بلعب الفوتبول، ولكن اكيد المحكمه ما بيعني لها شيء هالتبرير ومجبور انه يرجع يدفع المستحقات. وتغرم بتقريبا 1,200,000 دولار بقضيه ثانيه وبتغريم والده بمبلغ 1,700,000 دولار. يعني هدول قد ايه بيقبض بالجمعة؟ ما بعرف بس ليه طلع عليها هالقد يعني؟ لا ما بعرف اذا هو يمكن بيهتم باعماله او شيء، بس انه مع 350,000 دولار بالاسبوع بطلعهم بكم شهر، بفتكر انه هيك سريعه رح تكون خبري ما كثير حلوه. نسبه تلوث نهر الليتاني 37%. 37%. اعلن رئيس لجنه المتابعه لقضيه تلوث نهر الليتاني ورئيس بلديه زوتر الغربيه حسن عز الدين نتائج فحص مياه النهر بمختبرات مؤسسه مياه لبنان الجنوبي يلي اظهرت تلوث مياه الليتاني بنسبه 37%. وقال ببيان اثر جوله مع عدد من الخبراء والمهندسين على طول النهر تم تحذيرنا من السباحة بمياه النهر أو استخدامها لري المزروعات بسبب كثرة الجراثيم يلي بتحتويها بسبب الصرف الصحي يلي بتسبب التسمم والتيفوئيد بالإضافة إلى تلوث أرض النهر بالجراثيم، في حين أنه يجب أنه تكون 2% بس نسبة التلوث، صار في 37%. وأضاف عز الدين نطالب بإقفال المرامل يلي بتقوم بغسل الرمول فوق النهر من عدد من البلديات المجاورة ويلي بتسبب التلوث فضلاً عن مياه الصرف الصحي يلي بتصب النهر من عدد من البلديات المجاورة. حلو الجو خصوصي هلا بالصيفية يعني. صح يعني، ومش بس هيك ستيفاني، منشوف على البحر وقد ايه البحر ملوث بلبنان، وكل اسعار العقارات بتغلى وكل المعيشة بتغلى والدخول المسابح كمان بتغلى يعني. صح، دايما في اشياء مش منطقية ورح يتجهوا للتصعيد كمان عم بيقول، وراح ننفذ اعتصامات امام السرايا الحكومه بالنبطيه وصيدا وامام مجلس الوزراء ببيروت حتى تتخذ الدوله الاجراءات اللازمه كرمال هالتلوث. يعني مش ناقصنا شيء، بس انه كمان تلوث حياتنا وحياه اولادنا وحياه عيالنا. زهقنا من هالحديث بصراحه، قد ما عم نعيده وما له نتيجه عن جد. رح ننتقل على امريكا. مي يلا دق المي، مي ملوثه، مي ملوثه. ننتقل على امريكا وعن اخبار مهضومه عن الرئيس اوباما يلي تعودنا بخلال ولايته بانه نشوف صور عم تنزل على وسائل التواصل الاجتماعي، صور مهضومه ببعض الاحيان عم بتكون مضحكة، ببعض الأحيان بتكون حميمة، ودايما منشوف أنه هيك بيسترق أوقات لحظات من مناسبات رسمية لحتى يبوس زوجته ميشيل، وهيدي الشغلة كمان صاروا مشهورين فيها. بوسي غير شكل، بوسي من القلب. وكان دايما المصور الرسمي للبيت الأبيض بيت سوزا عم يلتقط من سنة 2009 لليوم هالصور المهضومة يلي أكيد منقدر نلاقيها على وسائل التواصل الاجتماعي بالسوبر ماركت. مش بالأكل غلط. مش غلط، مش غلط يكون بالسوبر ماركت وعم يأكل فواكه. فهون هيك عم نشوف البعض من اللقطات يلي شكلت مادة دسمة لمواقع الإعلامية، ودايما كان في تعليقات. بالنهاية هو انسان مثلنا يعني. صح، وهو شدد على هالناحيه من شخصيته ستيفاني لحتى يبين انه حتى رئيس الولايات المتحده اللي يمكن بينعاد من اهم واكثر الرؤساء سلطه بالعالم انه هو بيقدر يكون شخص أكيد. عادي مع عائلته مع اولاده ومع الاشخاص يلي حواليه اللي كيف ماسك ايده بيحبوا العالم. طب حلو الحب. ما هيك اكيد لوف. رح نشوف بيك اوف ذا داي، صورة اليوم من جونية، صورة رائعة. وقريبا رح يعملوا الفو دارتيفيس، الالعاب النارية. الالعاب النارية
وعم يدعو كل اصحاب اليخوت كل المطاعم انه اكيد طبعا صح. عم بترحب بالناس ممكن يحجزوا اماكنهم من هلا لانه اوقات ما بيقعدوا يلاقوا محل ودائما بنشوفهم على الام تي في كمان وقت بينقلوا صح ونحن بنضم صوتنا لصوت البلديه وبنقول لهم تعوا كثير على جونيه المنظر رائع على فكره في كمان مسابقه لاجمل صوره السنه حدا بتنزل واكيد في جوائز قيمه طقس عم بيكون قليل لغيوم مع انخفاض بدرجات الحراره ده انخفاض يعني درجه واحده 30 يعني درجه يعني بدل 33 بصير 32 رح نروح لتكنولوجي